أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ارتفعت حالات الطلاق بنسبة كبيرة وغير مسبوقة في مصر مؤخرا، وذلك وفقا للإحصائيات الأخيرة لنسب الطلاق. وأرجع بعض المتخصصين ارتفاع نسب الطلاق في مصر مؤخرا بشكل غير مسبوق لعدم وعي الزوج والزوجة بأهمية الزواج وعدم إدراكهم لمسؤوليته والتي تقع على عاتق كلا الطرفين، وأشاروا إلى أن عدم الانسجام بين الزوجين في بداية حياتهما وتفهمهما من الممكن أن يكون سبباً كبيراً لارتفاع حالات الطلاق. وفي هذا الصدد قال الدكتور حسن الخولي أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس أن ظاهرة الزواج والطلاق ظاهرة نسبية غير مؤكدة، لأنها تتعلق بالظروف والأوضاع التي يمر بها المجتمع. فإذا كان المجتمع يمر بظروف اقتصادية مناسبة، تشجع الشباب على الإقبال على الزواج وستزداد نسب الزواج في مصر، والعكس صحيح. إذا كانت الأوضاع الاقتصادية غير ملائمة، سوف ينصرف الشباب عن الزواج وبالتالي ستنخفض نسب الزواج. أما بالنسبة للطلاق، فأشار أستاذ علم الاجتماع إلى أن الأسرة كيان يتأثر بالمتغيرات الاجتماعية التي حوله، سواء كانت المتغيرات اقتصادية أو اجتماعية. أيضا أرجعت الدكتورة عزة فتحي أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس ارتفاع نسب الطلاق في مصر للاختيارات الخاطئة، وقالت إن معظم الاختيارات تكون على أساس المال والجمال، وهذه معايير خاطئة، ولا بد من توعية الشباب بشأن الزواج وأنه حياة ومشاركة، وأنه سينتج عن الزواج أطفال ولا بد من الحفاظ عليهم. أيضا أكدت أستاذة علم الاجتماع أن هناك قيم تحكم الحياة الزوجية في دور أكبر للأب والأم في البيت وفي تربية الأطفال، وأن في فترات مهمة بيمر بها الأطفال لا بد من تواجد الآباء فيها إلى جانب أبنائهم. وضحت أن الأسر حاليا مشغولة بالوضع الاقتصادي والسوشيال ميديا، وده السبب الرئيسي في حالات الطلاق والخرس الزوجي في البيوت مما يؤثر على الأطفال فيها. أشارت أيضا إلى أنها شاركت في تطبيق مشروع مودة بالجامعات لتوعية الشباب بالجامعات بالزواج والحياة الأسرية، وناشدت بتعميم المشروع بجميع أنحاء الجمهورية. الجدير بالذكر أن ارتفاع نسب الطلاق في مصر وفقا للنشرة السنوية للإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2021 بلغت 254,777 حالة عام 2021 مقابل 222,000 حالة عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 14.7%. أيضا بلغ عدد إشهادات الطلاق 243,000 حالة، 583 إشهاد عام 2021 مقابل 213 حالة في نسبة في سنة 2020 بنسبة قدرها 18.9%. مما أيضا سجلت نسبة الفئة العمرية من 30 إلى أقل من 35 سنة بلغت فيها عدد إشهادات طلاق 48,000 حالة بنسبة زيادة 19% عن سنة 2020. أما في الطلاق في الفئة العمرية ما بين 18 و20 سنة بلغ عدد الإشهادات فيه 320 إشهاد بنسبة 2%، وهي أقل نسبة إشهادات. كده تكون أنت تغطيتنا مشاهدينا عن أسباب الطلاق في مصر، وطبعا نأمل أن تحد الجهود المبذولة من هذا الارتفاع غير المسبوق. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.